السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعي قناة زينو جيمرز، اليوم أتيتكم بتحديث رهيب جدا وخرافي للعبة ريزنت ايفل 4، تشبه تماما الأصلية الخاصة بمحاكي الدولفين. لمن لم تشتغله اللعبة في محاكي الدولفين، فأبشرك بأن هذه اللعبة سوف تشتغلك تماما كاللعبة الأصلية على جهازك الأندرويد على جميع الأجهزة. عليك فقط بتحميل ملف الاي بي كي والاو بي بي، والجميل أكثر أنها تشتغل بدون انترنت. بعد تحميل ملفات اللعبة سوف تظهر على هذا الشكل كما تشاهدون، على شكل ملفين. الملف الأول خاص بملف الأو بي بي وبحجم 166 ميجا على شكل رار، والملف الثاني هو خاص بملف الإي بي كي وبحجم 28 ميجا. فنقوم أولا بتثبيت ملف الإي بي كي على هذا الشكل، نضغط على انستال وننتظر ريتم تنتهي عملية التثبيت. بعد انتهاء عملية التثبيت نقوم بالضغط على دن، لا نقوم بفتح اللعبة حتى نقوم بفك الضغط ونقل هذا الملف. نضغط على اوبن ويدرار، نضغط على السهم في الآلة ونضغط على اوكي وننتظر قليلا، وبعد ذلك في الأخير نقوم بنقل هذا المجلد كما تشاهدون. سوف نقوم بنقل هذا المجلد كامل إلى ذاكرة الهاتف، نضغط على موف ونرجع إلى الخلف إلى ذاكرة الهاتف، ونبحث عن أندرويد ونبحث عن أو بي بي ونقوم بعملية النقل على هذا الشكل. وفي الأخير سوف نقوم الآن بالدخول إلى اللعبة بصفة عادية. كما قلت لكم أن اللعبة تشبه تماما لعبة ريزنت إيفل 4 وبجرافيك جيد وتشتغل على جميع الأجهزة. ننتظر قليلا. كما تشاهدون هذه هي الواجهة الخاصة باللعبة، نقوم بالضغط على اوبشن. كما تشاهدون هنا في جرافيكس نقوم بالتعديل على الجرافيكس على حسب قوة الهاتف. سوف نختار هنا في الشادوز كما تشاهدون سوف نختار هارد، تكشر سوف نختار ايضا هارد او فول، نختار فول. الان نضغط على زر الرجوع ونقوم بالدخول الى اللعبة بصفة عادية. نضغط على باك ونختار ستارت وننتظر، نضغط على نيو جيم وننتظر قليلا. كما تشاهدون الآن اللعبة بدأت بالاشتغال، تحديث رائع جدا يعني أنصحكم به وبشدة. كما تشاهدون صراحة جودة الجرافيكس كما تشاهدون عالية جدا في اللعبة. سوف أقوم بالزيادة في الصوت لكي تستمع إلى صوت اللعبة وأيضا إلى الجيم بلاي. تشاهدون Sir? I was wondering if you might recognize a girl in this photograph. ¿Qué carajo estás haciendo aquí? ¡Lárgate, cabrón! Sorry to have bothered you. Freeze! I said freeze! Thank you.
كما تشاهدون صراحة اللعبة رائعة جدا. إذا لم تكن تشتغل لك لعبة Resident Evil 4 الخاصة بمحاكي الدولفين أيلوي فأنصحك بهذه اللعبة، فإنها تشبهها تماما وأيضا بجرافيكس عالي، والجميل أكثر أنها تشتغل على جميع أجهزة الأندرويد، يعني سواء كان هاتفك 64 بيت أو 32 بيت، وأيضا تشتغل بدون أنترنت. لا تنسوا الضغط على زر لايك ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم، وإلى اللقاء في فيديو آخر.